السلام عليكم. ذكرت صحيفة ميديا بارت الفرنسية وجود مخطط كبير لتسميم جماعي وقتل أئمة مسلمين من قبل جماعة يمينية متطرفة علمت به قوات الأمن الفرنسية قبل تنفيذه. يتزامن هذا مع حادث إرهابي في كندا انتهى بقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دعسا بالسيارة. تنام واضح في نسبة جرائم الإرهاب ضد المسلمين في الغرب، ما يثير التساؤل عن دلالة هذه الأعمال في بلدان تحكمها أنظمة ديمقراطية ويسيطر عليها مناخ العلمانية السياسية. نبحث هذا الموضوع في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، مسلطين الضوء على مستقبل مسلمي الغرب في ظل تزايد الإرهاب ضدهم وسبل مواجهة هذه الظاهرة. أهلا بكم. يثير تزايد ظاهرة الإرهاب ضد مسلمي الغرب ومعاداة الإسلام والعنصرية والهجمات على المساجد في الدول الغربية قلق المسلمين في أوروبا على مستقبلهم الذي يتعرض للتهديدات يومياً بطرق مختلفة على أيدي المتطرفين. ممثلون لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في أوروبا أكدوا تسجيل أكثر من 700 هجوم على مساجد في ألمانيا فقط بين عامي 2014 و2020، فضلاً عن مئات الحوادث الأخرى في الدول الغربية، مطالبين السلطات الأمنية هناك بالتحرك لوقف تلك الاعتداءات. الرابطة الأوروبية الإسلامية قالت إن العنصريين في الدول الغربية بدأوا بتنظيم أنشطة مناهضة للمسلمين، مما يساهم في اضطهادهم والحد من حرياتهم المدنية وحقوقهم الدينية. الكيل بميزان الظلم جعل وقوع الهجمات الإرهابية ضد المسلمين في الدول الغربية غالباً تظل معلقة أو تقيد ضد مختل عقلياً، أو توصف بأنها حالات فردية، ولا يعطيها الإعلام العالمي أهمية تذكر، بينما الحوادث التي تسجل لأي مهاجر أو مسلم، فإن ضحاياها يحظون بتعاطف واسع النطاق، وتغطية إعلامية مكثفة، وتندرج ضمن أحداث الإرهاب الإسلامي، وفق رواية خطاب الدول الغربية. المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد قال إن الإسلاموفوبيا تبني هياكل خيالية حول المسلمين تستخدم لتبرير التمييز الذي ترعاه بعض الدول والعداء والعنف ضد المسلمين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة للتمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد. مراقبون أكدوا أن تزايد الهجمات الإرهابية ضد المسلمين والمهاجرين بشكل عام خلال السنوات الأخيرة مرتبط أساساً بصعود أحزاب اليمين المتطرف في مجموعة من الدول الغربية، وهو نتيجة طبيعية لسنوات من الضخ الإعلامي القائم على الكراهية والشيطنة. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأستاذ خليل مقداد الباحث السياسي، كما يشاركنا الحوار أيضا عبر سكايب من الدار البيضاء الأستاذ أحمد القاري الباحث في أنظمة الحكم. أهلا بكما ضيفينا الكريمين. لو بدأنا من قطر أستاذ خليل، يعني حقيقة خبر لافت نقلته وكالة الأناضول قبل 3 أيام تقريبا عن وجود مخطط كبير وخطير لتسميم جماعي ضد المسلمين في فرنسا وقتل أكثر من 200 إمام. قبل ذلك بأيام حادث في كندا يعني مروع، قتل 4 أفراد من أسرة واحدة دعسا بالسيارة. يعني حوادث إرهاب متزايدة متصاعدة ضد المسلمين تعكس أن الرقعة الجغرافية ولحوادث الإرهاب ضد المسلمين تتسع شيئا فشيئا في الغرب. نريد قراءتك لدلالة هذه الأحداث وخصوصا في الآونة الأخيرة، في أي سياق يمكن أن تقرأ؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لكم الأستاذ بهاد عدلة وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. وعليكم السلام يا سيدي. بداية علينا أن نكون واضحين، هذه الهجمات وهذا العداء وهذه العنصرية تجاه المسلمين ليست عفوية ولا بريئة ولا وليدة الصدفة واللحظة، وليست فردية أيضا.
نحن نعلم أن هذه الحالة قد ازدادت أو بدأت بالتصاعد بعد حوادث سبتمبر 2011، وأتت سياقا على انتهاء الاتحاد السوفيتي، على تدمير الاتحاد السوفيتي وتفكيكه. الإمبراطوريات الكبيرة يا سيدي لا تستطيع أن تستمر وتبقى دون وجود عدو، هي بحاجة لالتفاف الحاضنة الشعبية. فإذا ما وجدنا أن اليمين المتطرف قد تصاعد فهذا يعطيك مؤشرا آخر. المؤشر الثالث هو التوجه السياسي للأنظمة وللسياسيين كفرنسا مثلا، عندما يتحدث ماكرون عن الإسلام ويهاجم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبث الحقد ويبث الكراهية ويعزز من الإسلاموفوبيا أو الخوف المرضي من الإسلام الذي يؤدي للتحامل على المسلمين وكراهيتهم والخوف منهم والاعتداء عليهم أحيانا. الإسلاموفوبيا يستطيع أن يبني هياكل خيالية حول المسلمين تستخدم لتبرير التمييز الذي ترعاه الدول والعداء والعنف ضد المسلمين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة للتمتع بحقوق الإنسان وبما في ذلك حرية الدين والمعتقد التي يفترض أن هذه الدول تنادي بها. التمييز والعداء بسبب الإسلاموفوبيا يا سيدي كانا في كثير من الأحيان متقاطعين، وأكثر ضحايا هذا التمييز العنصري والعداء هم النساء لعدة أسباب وعوامل. النساء المسلمات هن أولا أقلية عرقية، ثانيا هن أقلية دينية، ثالثا هن نساء وهن ضعيفات، لذلك استهدافهن سهل. ولهذا نشاهد أن حوادث الاعتداء على النساء والعائلات تسير في الشوارع أو هنا أو هناك في الأسواق، هذا يعطي مؤشر أنها يعني ضحية سهلة لهذا العنصر الذي يهاجمهم. انظر أيضا إلى نيوزيلندا، المذبحة التي ذهب ضحيتها 51 شهيدا، يعني ظاهرة معاداة الإسلام بلغت ذروتها بهذه المذبحة، مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، الهجوم الإرهابي الذي خلف أكثر من 51 قتيلا، إضافة إلى اضطهاد مسلمي الروهينجا، أيضا شعب كامل يضطهد. لو نظرت إلى الصين قريبا في آسيا ستجد أن هناك عمليات تطهير ضد شعب بأكمله وهو الإيغور. المسلمون اليوم ليسوا بحاجة إلى رثاء وإلى تعاطف، هم بحاجة إلى أكثر من ذلك، لكن للأسف كل الظروف والعوامل تقف ضدهم، حتى بعض الأنظمة تحرض الدول الغربية عليهم، وهذا يؤدي إلى أن هؤلاء العنصريين يستشهدون بهذه الدول التي تقول يقولون انظر إلى هذه الدولة المسلمة العربية هي تحذرنا من الإسلام ومن التطرف. يعني هذا الأمر، أنا أعطيك من الشعر بيت، السويد، من يسمع بالسويد؟ السويد البلد الراقي من الدول الإسكندنافية وإلى ما هنالك، رفعت شعارات ووزعت تعليمات تقول احرق مسجد منطقته، يعني ابدأ كل شخص يبدأ بمنطقته، احراق نسخ من القرآن الكريم. هذه كلها عوامل. لا ننسى هنا الدور الكبير والمهم لرجال الدين المسيحيين والكنائس، هؤلاء يتحملون. نعم نعم أستاذ خليل، يعني نعم. أشرت إلى نقاط في غاية الأهمية عندما تحدثت عن حاجة بعض الساسة لوجود عدو داخلي. أريد أن أبني على ما ذكرته لأسأل الأستاذ أحمد في الدار البيضاء، هل ما نشاهده ونتابعه الآن في الغرب عموما هو تعبير عن مزاج أو مناخ سياسي عام في الغرب تجاه المسلمين، أم هو تعبير عن عداء مجتمعي ذي جذور أيديولوجية إذا صح التعبير؟ هو للأسف عداء تاريخي له جذور مجتمعية قوية جدا، له جذور تاريخية تتجلى أساسا في تجربة محاكم التفتيش التي كانت منظمة على مستوى الكنيسة، خاصة على مستوى الكنيسة الكاثوليكية، له جذور في أدبيات العداء للإسلام والمسلمين ورفض المخالف عامة. التجربة المسيحية اتسمت تاريخيا بأنها ترفض المخالف حتى من الطوائف المسيحية الأخرى، فكيف بالإسلام والمسلمين؟ فالجذور المسيحية عموما أم المسيحية في الغرب تقصد؟ التجربة الغربية على الخصوص،
نعم. يعني تجربة في البلدان المسيحية التي حكمت فيها المسيحية وكان لها نفوذ واسع، فهي للأسف اتسمت بأنها محاربة لكل كنيسة تحارب الكنائس الأخرى وتحارب الإسلام، وهذا واضح جدا. بقيت آثاره ربما تكون تراجعت شيئا ما في الخطاب الذي ساد خلال القرن العشرين بسبب صعود يعني ايديولوجيات مختلفة هي الشيوعية والرأسمالية، لكن الجذور بقيت وعادت الآن إلى الظهور في ما يسمى اليمين المتطرف، ويجب أن يسمى اليمين المسيحي المتطرف. المشكلة في الغرب أن كلمة المسيحية هم لا يربطون كلمة المسيحية بأي معنى سلبي، خلافا لما يجري في مجتمعاتنا المسلمة للأسف. فرغم أن المهاجم يكون مسيحيا متطرفا، تسمعهم يتحدثون عن مهاجم متطرف يميني متطرف، لا يحبون أن يتم ذكر الدين، وهذا في الحقيقة إما أن يتم تعميمه على الحالات التي يتورط فيها متطرفون مسلمون في القيام بهجمات، وإما أن يتم ذكر الديانة في كل الحالات. الهجوم الذي حصل مؤخرا في تورونتو أو في نواحي الضواحي في كندا بمدينة تسمى لندن، لا يتم في تغطيته ذكر ديانة المهاجم. وقبله بسنوات هاجم متطرف مسيحي مسجدا في مدينة كيبيك وقتل عددا من المصلين وجرح آخرين، ولم يتم لا تتم الإشارة إلى ديانة المهاجم، وهذا يجري أيضا في البلدان الأوروبية الأخرى. فالهجمات الإرهابية في الغرب لا تصنف إرهابية بسرعة، يترددون كثيرا قبل أن يصنفوها كذلك، لا تذكر ديانة المهاجم، لا تحصل على تغطية إعلامية ملائمة، والأخطر أنه لا يتم التعامل مع أسبابها وجذورها. يعني يتم الحديث عن الحاجة إلى اجتثاث جذور الإرهاب عندما يتعلق الأمر بمهاجم مسلم، لكن لا يتم الحديث عن ذلك عندما يكون المهاجم وما جذور هذه الأعمال الإرهابية ضد المسلمين في الغرب في رأيك؟ جذورها كيف تعالج جذوره؟ أو يعني لو أذنت لي ربما يعني نتحدث بشيء من التفصيل عن الحلول أو كيفية مواجهة هذه، سواء كان في العالم الإسلامي أو كذا أو حتى في الغرب، لكن في المحور الأخير. طيب لو سمحت لي أن أعود مرة أخرى إلى الدوحة لأسأل الأستاذ خليل، يعني هذه الأحداث تتزامن مع صعود اليمين المتطرف في الغرب، سؤالي هو من الذي يغذي الآخر؟ هل تزايد أعداد المسلمين في أوروبا وفي أمريكا وكندا وأستراليا هي التي تغذي اليمين المتطرف، أم أن هذا اليمين وصعوده هو الذي ينفخ الروح الكراهية ضد المسلمين وبالتالي تقع أعمال إيذائهم واستهدافهم؟ يا سيدي الكريم، وهل كان هناك مسلمون في أوروبا 11 حملة صليبية شنت على ديار المسلمين؟ لم تترك دولة إلا ووصلتها، وصلوا إلى سلطنة عمان، وصلوا إلى جزيرة العرب، وصلوا إلى دول الخليج، إلى الشام، إلى العراق، إلى مصر، إلى المغرب، إلى تونس، استعمروا أفريقيا، قتلوا مئات الملايين، هم فيما بينهم يا سيدي. هؤلاء يعني يحملون المتطرفون المسيحيون، اقتتلوا فيما بينهم على مدار قرون، قتلوا من بعضهم البعض ما بين كاثوليك وبروتستانت وغيرهم الملايين، مئات الملايين، لا أريد أن أقول عشرات الملايين لأنه فعلا مئات الملايين، لأن الحرب العالمية الثانية لوحدها قتلت أكثر من 70 مليونا من البشر، وكلهم في دول أوروبية يعتبر، وإلى أن انتقلت وامتدت إلى الدول العربية وآسيا إلى ما هنالك. الآن من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ يتحمل هذه المسؤولية هي الكنائس ورجال الدين، هؤلاء يتحملون المسؤولية الكبرى عن صعود اليمين المتطرف. لذلك أنت عندما تنظر إلى التصريحات، حتى تصريحات التي تخرج بين حين وآخر رغم محاولتهم تبريرها وكتمانها وعدم يعني السماح لأحد بأن ينتقد، وتكثر الألسن المبررة من العرب أنفسهم ومن المسلمين. يعني مثلا عندما يقول رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس في مقابلة تلفزيونية، الإسلام ليس دينا بل حزب سياسي وأتباعه متعطشون للدماء، هل تسمي هذا حداثة ودين وتسامح إلى ما هنالك؟ هذا لا يعقل. بنديكت 13 عندما ذات يوم قرأ أراد أن
يشوه الإسلام وأن يحرض على الإسلام فلم يستطع فساق حوارا. لكن أستاذ خليل يعني هذه الأسماء أستاذ خليل هذه الأسماء التي ذكرتها ربما يقول لك يعني متابع أنها لا تختصر الغرب، يعني جاستن ترودو رئيس وزراء كندا قال إن هذه الأعمال إرهابية ويجب أن تستأصل من جذورها، رئيسة وزراء نيوزيلندا حاربت هذه الظاهرة وقمعتها في بلادها واحتفت بالمسلمين وكرمتهم، يعني هل يعني يمكن التعميم في هذا الشأن؟ يا سيدي الكريم نعم وهؤلاء استثناء، رئيس وزراء نيوزيلندا وجاستن ترودو كندا وآخرين، هؤلاء استثناء وليسوا تعميما وليسوا حالة عامة. علينا أن نقرأ الأمور، وتمنيت لو لم تقاطعني ثم انتقلنا إلى هذا المحور. يعني مثلا بنديكت السادس عشر عندما أراد أن يشتم الإسلام ماذا قال؟ قرأ حوارا من نصا من حوار بين الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني وأحد المثقفين الفرس. تخيل هذا الحوار بين إمبراطور بيزنطي وفارسي حول الإسلام والمسيحية وحقيقة كل منهما، فقال له أرني ما الجديد الذي أتى به محمد. هذا عداء متأصل، لذلك لن تجد سوى الأشياء السيئة واللا إنسانية مثل فرضه نشر الإيمان الذي يبشر به بقوة السيف. المسلمون لم يرتكبوا مذابح ولم ينشروا السيف الإسلام بحد السيف، بل كانوا يدعون الناس لتوحيد الله، فمن سمح لهم أطلقوه ومن منعهم قاتلوه، كانت دعوة ربانية. إذن علينا يعني حتى أنظر السكرتير عندما حذر السكرتير البابا نفسه بنديكت عندما حذر أوروبا من أسلمة أوروبا وقال علينا ألا نسمح بنشر القيم الإسلامية وأسلمة أوروبا، هذا بالحرف الواحد في لقاء مع مجلة ألمانية. علينا ألا ننسى هذه الحوادث. عندما يكون هناك سياسي مثل السياسي الإيطالي روبرتو كالديروني وزير الإصلاحات الدستورية لصحيفة كانت المنبر، والله ما عم أتذكرها، لا تحضرني الآن، أن الوضع خطير على خطير وعلى البابا، انظر، وعلى البابا أن يتدخل على غرار أسلافه في القرنين السادس عشر والسابع عشر. طيب. يعني أن يدعو لحملة صليبية. هذه نقطة مهمة ومفصلية وجوهرية، هذه رأس الكنيسة التي يقتدي بها مئات الملايين من البشر. طيب. في كل أنحاء العالم عندما يصدر هذا الكلام عن هذه الكنيسة وهؤلاء السياسيين عن ماكرون وغيره وبوش وترامب وكلهم رؤساء دول كبرى ومؤثرة، لا تقل لي أنها حالات خاصة، لا أبدا، هي حالة عامة، بينما الجيدون حالة خاصة واستثناء. طيب في حقيقة يعني أريد أن أسأل الأستاذ أحمد في الدار البيضاء، أظهر تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعني وهنا أقتبس أن الصور النمطية المؤذية عن الإسلام والمسلمين تعزز بشكل كبير من قبل وسائد الإعلام الرئيسة والسياسيين ذوي النفوذ المؤثرين والمؤثرين في الثقافة الشعبية والخطاب الأكاديمي. سؤالي هو ما الذي يدفع مثل هذه الأيات مثقفين ساسة أكاديميين إلى تنميط الإسلام والمسلمين بهذه الطريقة التي ربما تتعارض مع استقرار بلدانهم وسلامتها الأمنية والسلم الأمني فيها الاجتماعي؟ للأسف في الغرب التطرف مسموح به في إطار الحرية، حرية التعبير والحرية السياسية، مسموح للآراء المتطرفة مهما بلغت من التطرف أن تعبر عن نفسها، شريطة أن لا تخترق القانون، يعني أن لا تمارس العنف بشكل مباشر، ومسموح لها أيضا بأن تنتظم في إطار العمل السياسي وأن تنشئ أحزابا. ولذلك لا يوجد بلد في الغرب اليوم ليس فيه حزب متطرف، بل هذه الأحزاب تحقق انتشارا وتناميا وتصل إلى المشاركة في الحكم وتكون أحيانا أطرافا رئيسية في الحكم. نلاحظ ذلك في فرنسا، في إسبانيا، في ألمانيا، في النمسا، والظاهر أنها موجة متنامية. يعني جذور التطرف من الناحية الثقافية والدينية موجودة، الخوف من الإسلام موجود لأسباب تاريخية، ولا توجد محاولة لمعالجة هذا الخوف، لا يوجد جهد حقيقي من السياسيين والإعلاميين وصناع الرأي والمربين والمدارس والجامعات للعمل
للرد على المتطرفين ولكبح الصوت المتطرف والتعامل معه بحزم، هذا غير موجود للأسف. بل هذه الأصوات المتطرفة استطاعت أن تجعل الأحزاب اليمينية العادية وأحزاب الوسط تتبنى جزءا من خطاب التطرف حتى تحصل على المزيد من الأصوات. هذا شاهدناه في فرنسا مع إطلاق الرئيس الفرنسي ماكرون في فبراير 2000 وبداية فبراير 2020 لفكرة يعني ابتدعها من عنده لم يسبق إليها، وهي الحديث عن كون نمط حياة المسلمين المختلف في الملبس وفي تربية الأطفال وفي المأكل وفي الترفيه وفي حياتهم اليومية أنه نمط حياة انفصالي، فهو يتهم مواطنيه المسلمين وجزءا أساسيا من المجتمع الفرنسي بأنه انفصالي، رغم أنهم لم يطالبوا بفصل أي منطقة من فرنسا عن بقية البلد، ولم يعني يلجأوا إلى عنف. كل ما قاموا به أنهم يريدون أن يكون لهم نمط حياة مختلف عن نمط حياة الكاثوليكي الفرنسي الخاص الذي تتبعه أغلبية البلد، وهذا حقهم الأصيل. وللأسف فإنه تمادى في خطابه هذا وجعله النقطة الأساسية في برنامج عمله، يتنقل بين المدن ليدافع عن هذه الفكرة، حتى أدى إلى وجود يعني أدى إلى أن يبرز التطرف في فرنسا رأسه بشكل فاضح في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتحول التحريض ضد الإسلام والمسلمين إلى مادة يومية في وسائل الإعلام. فعانت من ذلك منظمات مسلمة في فرنسا مثل التجمع الفرنسي لمكافحة كراهية الإسلام، تم حلهم قبل الحكومة الفرنسية بدون أي أسباب مقنعة. كذلك الجمعيات الخيرية مثل جمعية مدينة البركة تم حلها بدون أسباب، يعني بدون وجود أي مخالفات جنائية. إذن نحن إزاء مشكل عويص يحتاج إلى ضغط داخلي في دول الغرب، يحتاج أيضا إلى ضغط من الدول المسلمة لكي نضع الغرب أمام المرآة، أن نقول لهم أنتم تطالبون البلدان المسلمة بأن تحظر الأحزاب المتطرفة ولا تسمح بالخطاب المتطرف، وأنتم تسمحون به في بلدانكم. حزب بوكس في إسبانيا يزحف الآن إلى المشاركة في الحكم، يشارك في الحكم في الأندلس وله تمثيل قوي في البرلمان المركزي في مدريد، وخطابه يدور بشكل أساسي حول العداء للمسلمين. الغريب أنهم في إسبانيا وفرنسا الآن يجاهرون بأنهم ضد التعدد الثقافي، يقولون لا نريد تعددا ثقافيا، عندنا ثقافة واحدة في البلد، إما أن يرتضيها المهاجرون ويقبلوا بها ويندمجوا داخلها، أي اللسان ونمط الحياة وطريقة الملبس أو عليهم أن يغادروا، هكذا يقولون بكل صراحة الآن في إسبانيا وفرنسا، مع أن عندهم ملايين من الجاليات المسلمة. وهذه المعطيات التي سقتها أستاذ أحمد يعني تنسجم مع الحديث عن مستقبل المسلمين في أوروبا في ظل تنامي هذه الظاهرة، هذا ما نبحثه بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، هذه عودة للحديث عن مستقبل المسلمين في الغرب بعد تنامي أعمال الإرهاب التي تستهدفهم. طيب أستاذ خليل، ما طبيعة التأثير الذي يمكن أن تتركه هذه الأحداث المتزايدة يعني عاما بعد آخر على مستقبل أو على نمط حياة المسلمين في الغرب وعلى دورهم في الحياة العامة في تلك البلاد؟
والله يا سيدي للأسف يعني أنا لي نظرة متشائمة في هذا الأمر. يعني أنا لا أجد لهم مستقبلا في بلاد الغرب، لا أجد لهم حضورا وفاعلية كمسلمين، لكن أنا أخشى أو هذا ما سيحصل، نسأل الله أن لا يحدث ذلك، أن يثبتهم أو يعيدهم إلى ديارهم، أن تنسلخ الأجيال جيلا بعد آخر. فهذا الجيل الذي ذهب إلى هناك لا بد أنه سيفسد، أو في معظمه لا نعمم، ولكن الجيل الأبناء سيفسد كثير منهم. أما الأحفاد فالعياذ بالله ربما يتنصرون وربما يتركون الإسلام وإلى ما هنالك. لكن المشكلة الكبرى أنه في النهاية أخشى ما أخشى أن يكون هناك أندلس جديدة في دول الغرب. هذه هي الطامة الكبرى. ما الذي يدفعك على هذا الاعتقاد؟ يدفعني على هذا الاعتقاد هو تنامي اليمين المسيحي المتطرف وظهور جماعات مسلحة في كثير من الأحيان أو حسب ما يسرب مقرها في روسيا، تتولى عمل أو افتتاح معسكرات حتى في ألمانيا، في دول مثل ألمانيا، الدول التي لا يستطيعون أن ينشئوا فيها معسكرات يذهبون إلى دول أخرى مثل روسيا وغيرها، يتلقوا التدريب، يحوزون على الأسلحة، يحتفظون بالأسلحة ويستعدون. وهناك تنامي لهذا اليمين في السياسة، في الشق السياسي من أنظمة الحكم أو من هذه المجتمعات، فلنقل أفضل، يتنامى بشكل كبير ومضطرد. ولنا في الرؤساء الحاليين رغم كل محاولات التعمية والتعتيم خير مثال، يعني بوش قالها حملة صليبية، ماكرون أرادها أن ينسلخوا وأن يعني يعيشوا القيم المسيحية. إذن نحن أمام محاولة نسف، وما تقوم به فرنسا ليس سوى المقدمة أو التجربة أو البداية فلنقل لهذا التحرك. فإن نجح في فرنسا فسينجح في كافة الدول الأوروبية، وهناك دول أوروبية متطرفة أكثر من فرنسا بالمناسبة، يعني هناك الدول أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، هناك الأمريكيتان، هناك هذه حتى جاستن ترودو هو مجرد حزب ومجرد شخص، يأتي بعده شخص يستلم الحكم يكون يميني متطرف ومتشدد أكثر منه. المشكلة يا سيدي ليست في الغرب ولا حكومات الغرب، المشكلة الحقيقية تكمن في الأنظمة العربية. يعني مثلا كلنا شاهدنا فيديو محاكمة أو مساءلة الشيخ حسين يعقوب، سأله القاضي ما هو سبب استدلالك في كلامك بالصلاة على النبي. أصبحت الصلاة على النبي الآن محل مساءلة، وهذا يعطيك مؤشر كبير. عندما يقوم وزير خارجية دولة عربية بتحريض الغرب هذا مؤشر آخر، عندما تقوم الأنظمة العربية وبحجة كورونا إلى ما هنالك بتحجيم الناس ومنع العبادات ومنع التواصل الاجتماعي إلى ما هنالك بين الناس شخصيا، هذا يؤدي إلى تفكيك أواصر وروابط المجتمع. عندما يقومون بما يسمى محاربة الإرهاب مثلا، هم يستغلون ذلك لقمع الناس ولتثبيت أنظمتهم ولتخويف الناس، وهذا أيضا يصب في ذات الإطار. إذا نحن أمام مصيبة. انظر الآن رغم كورونا، رغم أزمة كورونا والجائحة التي اقتضت العزل والالتزام بالحجر إلى ما هنالك، في ألمانيا لوحدها أكثر من 900 حادث اعتداء في العام 2020 على مسلمين لوحدها، وهو ما يمثل زيادة 2% عن العام الذي سبقه، وهذا أيضا مؤشر كبير. السياسي الهولندي فيلز ماذا تعهد؟ تعهد بإنشاء وزارة التطهير الإسلامي، يريد أن يطهر هولندا من الإسلام، وتعهد بجملة قرارات أيضا، حظر وحظر وحظر ومنع 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 إلى ما هنالك بكل مناحي حياة المسلم. إذن هو سلخ لهذا المسلم عن دينه، فإن لم ينسلخ طوعا فسينسلخ كرها والعياذ بالله، ونسأل الله لا يحدث ذلك. طيب أستاذ أحمد، يعني لو وسعنا دائرة النظر إلى الموضوع أكثر قليلا، نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تابعنا الانتخابات الأمريكية وكيف جو بايدن بنى جزءا من حملته الانتخابية على إسقاط النظرة اليمينية المتطرفة لدونالد ترامب، وقد كسب أصواتا من وراء هذه الزاوية. ربما يعكس هذا الأمر أن المجتمع الغربي ليس منسجما فيما يتعلق بالنظرة إلى المسلمين، ليس على رأي واحد. في ضوء نظرتك إلى الحركية السياسية في الغرب، أي مستقبل ينتظر المسلمين؟ هل
تصاعد هذه الهجمات والرهاب رهاب الإسلام، أم أن الغربيين في النهاية سيحتكمون إلى صوت العقل حفاظا على السلم الداخلي لبلادهم؟ نعم، النموذج الأمريكي مهم جدا لموازنة الصورة. ما ذكره الأستاذ خليل مقداد صحيح من ناحية قتامة الصورة بشكل عام، لكن في الوقت نفسه يمكن الانتباه إلى أن التجربة الغربية تجربة متعددة، وأن دول الغرب ليست على قلب رجل واحد، أن التناقضات الموجودة داخل المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي تناقضات كبيرة. ونحن شاهدنا التجربة الأمريكية، الانقسام الموجود في الولايات المتحدة انقسام عميق بين المحافظين والليبراليين، الانقسام الموجود بسبب المشاكل الموجودة بين البيض والسود، بين كتلة البيض المحافظين من جهة وتكتل الأقليات المختلفة من ناس من أصول إسبانية وملونين وآسيويين ومسلمين وحتى يهود في الجهة الأخرى. وهذا يفتح فرصة جيدة للقيام بتحالفات، يجب أن على المسلمين أن يستفيدوا من هذه التناقضات للقيام بتحالفات، لا تكون تحالفات عامة، يعني نحن لا نتحالف مع الليبراليين في كل برنامجهم، لكن يتم التحالف معهم فيما يتعلق بحقوق الأقليات خاصة. هذا أدى إلى نتائج طيبة في الولايات المتحدة. يمكن أن نقول إن الأصوات المسلمة ساهمت بشكل كبير في هزيمة ترامب، وبالتالي هزيمة خطاب الكراهية الفاقع المعلن عن نفسه الواضح الذي يريد أن يضيق على المسلمين بشكل يعني مفضوح. أصوات المسلمين في ولاية مثل ولاية جورجيا كانت أساسية في ترجيح الكفة في مجلس الشيوخ الأمريكي لفائدة الجمهوريين. أصوات المسلمين في شيكاغو وفي ديترويت بولاية ميشيغان وفي ولايات متعددة كانت مهمة للغاية، لأن فارق الأصوات كان صغيرا جدا. إذن المشاركة السياسية للمسلمين أساسية، عليهم أن يسمعوا صوتهم، المشاركة من خلال منظمات المجتمع المدني، وكذلك الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون قويا جدا لكي يتم إما منع الكارثة، يعني منع النتيجة الخطيرة التي حذر منها الأستاذ خليل الآن، أو تأجيلها على الأقل، إبعادها شيئا ما. اليوم وجود أصوات قوية في البرلمانات في الولايات المتحدة وفي أوروبا للمسلمين هذا في غاية الأهمية. شاهدنا في فرنسا أن الصوت المسلم ليس غائبا، وأنه تمكن من التصدي ولو بشكل جزئي لخطاب ماكرون، وتمكن أيضا من الوصول إلى العالم الإسلامي وطلب يعني الإسناد والمناصرة من المسلمين، وهذا واضح وجلي. هذا أستاذ أحمد، يعني حتى لا نستبق المحاور، ربما يعني الآن وصلت إلى نقطة مهمة جدا، وهي وسائل وسبل مواجهة هذا التطرف الذي يتعرض له المسلمون في الغرب. سأعود إليك لأسألك عن هذا، لكن قبل ذلك دعني أنتقل إلى الدوحة مرة أخرى. أستاذ خليل، يعني لا يبدو أن جهود الحكومات الغربية ناجعة في مواجهة هذه الحملة إذا ما افترضنا أن هناك نية حقيقية لوقف أعمال الإرهاب ضد المسلمين، لكن في ظل غياب هذه الجهود أو عدم نجاعة هذه الجهود، ما الوسائل والآليات الأفضل إن لم نقل لحماية المسلمين في الغرب فعلى الأقل لتقليل نسبة الخطر عليهم برأيك؟ يا سيدي الكريم، بداية على المسلمين أنفسهم أن يرفعوا صوتهم. يعني أنا لاحظت وقد تحدثت وكتبت في هذا الأمر، عندما بدأ ماكرون حملته ضد المسلمين شاهدنا ردود فعل وتفاعل في العالم كله إلا فرنسا، التفاعل كان ضعيفا وكأنهم يعني خائفون مرعوبون، يعيشون في بلد ديكتاتوري يحكمه نظام عسكري، لم نشهد لهم تحركا. حرضنا وقلنا انزلوا إلى الشوارع، استغلوا المظاهرات، استغلوا الأوضاع وشاركوا وادعموها وأسهموا في إسقاط هذا الرجل. إن لم يتحركوا هم فمن الذي يتحرك؟ الحكومات التي تحرض عليهم أم من؟ الناس هناك بحاجة لأن يتحركوا أولا، وبحاجة لأن يتمسكوا بدينهم ثانيا، وأن يعودوا إلى دينهم ولغتهم وأن يتفقهوا. الجهل هو عدوهم، عدم التفقه في الدين هو العدو الأول والأخير. عندما تتفقه في دينك فإنك ستحصل على نتائج لم تكن تتوقعها،
سيكون لك رأي وردود فعل وتستطيع الإقناع وتستطيع المحاججة وتستطيع الثبات. هذا عامل مهم ورئيسي التفقه في الدين. للأسف الآن الناس انجرفت مع تيار الحياة، انجرفت مع الحضارة والحداثة. عندما تقول أستاذ خليل عندما تقول بأن على المسلمين في الغرب أن يتحركوا، يعني ما طبيعة التحرك؟ هل هناك تصور لطبيعة الحركة يمكن أن تثمر شيئا من الحماية لهم؟ شيء من الحماية، نعم نعم، هم يستطيعوا مثلا الآن، أنا طبعا لا أؤمن ولست مع المشاركة في هذه الانتخابات، لكن هم اختاروا طريقهم وبالتالي هم يرغبون بأن يكونوا مواطنين غربيين، وبالتالي عليهم أن يسهموا في ارتقاء حكومات وإسقاط حكومات أخرى. عليهم أن ينزلوا إلى الشارع، عليهم أن يستخدموا الصحافة والإعلام والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. الآن هم أمام خيار، يعني حياة أو موت نستطيع أن نقول، لأن نجاح تجربة فرنسا وماكرون يعني سيستجر أو يستجلب تجارب أخرى عنيفة ربما تكون أعنف من التجربة الفرنسية التي يصطدم بها ماكرون أيضا. نعم. لوجود أكثر من 5 ملايين مسلم في فرنسا، هذا لوحده يكفي لأن يعني يرعبه، لكنه يتصرف بحرية وأريحية، لم يجد معارضة حتى الآن. أين أصوات المسلمين في فرنسا؟ أين جهودهم؟ أين تحركاتهم؟ لماذا لا يضغطون؟ لماذا لا يستغلون علاقاتهم بالأحزاب السياسية والمسؤولين الفرنسيين الآخرين؟ أم أن كل واحد منهم يرمي الحمل على الآخر ثم يقول يفعلون بنا كذا أو يريدون أو خليني في حالي أو امشي الحيط الحيط أو بلا ما يرحلون؟ وكثير منهم أيضا يقيمون بشكل غير شرعي أو بالزيارات إلى ما هنالك. انظر الآن إلى الحكومات العربية، أنت ذكرت نقطة أن على الدول العربية والحكومات العربية أن تضغط. كيف ستضغط وهي نفسها منخرطة في هذا المخطط، في مخطط تغريب المسلمين، في مخطط سلخ المسلمين حتى عن منظومة القيم المجتمعية الناظمة لحياة الناس؟ كيف سنطلب من هكذا حكومات تقتل الناس بالملايين في سوريا وتقتلهم بعشرات الألوف في هذه الدولة أو تلك؟ وانظر إلى الدول العربية كيف أصبحت في وضع مزري، وضع مأساوي، وضع يثير الحزن والكآبة. طيب. على هذه الأمة. طيب. لكن نعم تفضل. معذرة أستاذ خليل، يعني فيما يتعلق بموضوع الدول العربية والإسلامية سأعود إليك بالتحديد لأتحدث معك عن هذا الأمر، ولكن الآن مع الأستاذ أحمد. بعد حادثة دعس العائلة المسلمة في كندا، يعني كان هناك تصريح لافت حقيقة لرئيس الوزراء جاستن ترودو، قال هذا عمل إرهابي يجب أن يتوقف في كندا، وسنعمل بكل قوة على تفكيك منظومة اليمين المتطرف في البلاد. سؤالي هو كمراقب مسلم متابع لما يجري هناك، كيف يمكن برأيك أن تكون خطوات تفكيك اليمين المتطرف في بلد مثل كندا؟ يجب أن تكون للمجتمع الكندي وللحكام في كندا وللإعلام الشجاعة لأن يتعاملوا مع هذا المشكل باعتباره مشكلا يهددهم بشكل وجودي، هو مشكل خطير حتى للمجتمع الكندي نفسه باعتباره مجتمعا متنوعا الآن، لأن يعني اليمين المتطرف لا يستهدف المسلمين فقط وإنما يستهدف الأقليات جميعا، وفي النهاية أيضا سيستهدف الليبراليين، فهو يستهدف المخالف، عنفه لن يكون ضد المسلمين فقط. هذه النقطة يجب أن يتم استغلالها والاستفادة منها لتحذير دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة مما حدث سابقا في البلقان مثلا. تجربة البلقان يجب أن تكون ماثلة للعيان، يعني ما قام به الصرب والكروات ضد بعضهم وضد المسلمين هو فضيحة كبيرة ما تزال نتائجها ماثلة إلى اليوم. يجب تذكيرهم بما حدث في بلغاريا في الثمانينيات من القرن الماضي حين قررت الدولة أن على كل مكونات المجتمع أن تكون بثقافة بلغارية، وكان من بين الإجراءات أن طلبوا من المسلمين في البلد من الأقلية المسلمة أن يحولوا أسماءهم إلى أسماء بلغارية ولا يستخدموا إلا اللغة البلغارية. فكان نتيجة رفض الأقلية رفضت ذلك واضطروا إلى أن اضطر كثير منهم جزء كبير منهم إلى أن يغادروا البلد إلى تركيا. اليونان خلال القرن العشرين ورحلت نسبة كبيرة من مسلميها إلى تركيا أيضا. المآسي التي حصلت في السابق
بسبب التطرف في الغرب يجب أن تدرس، ويجب أن يتم تذكرها، ويجب التحذير من أن تتكرر. بالنسبة للمسلمين، حضورهم يجب أن يكون قويا، يجب أن يصروا على أن لهم الحق في أن يعيشوا مختلفين، أن يعيشوا وفق عقيدتهم، أن يعيشوا وفق نمطهم، نمط الحياة ونمط العيش الخاص بهم، وأن يدافعوا عن هذا النمط الحياة الإسلامي، وأن يمارسوه بعزة، لا يمارسوه ويشعرون بأي نوع من الدونية أو عقدة النقص. هذا أكيد يحتاج إلى جهد كبير من الشيوخ، العلماء، المساجد، طيب، منظمات المجتمع المدني والإعلام. هذا الجهد لمسلمي الغرب أستاذ أحمد، أريد أن أختم هذه الحلقة معك بالحديث عنه، لكن لابد، نحن الآن نتحدث في إطار الدول الإسلامية، وكان قد تحدث أشار إلى الدول العربية قبل قليل السيد خليل من الدوحة، أعود إليه لأسأله. سيد خليل، هناك يعني ربما الدول العربية الآن ليست في مزاج مواتن لخدمة قضايا المسلمين، ونحن نتابع يعني السياسة الداخلية لعدد ليس بقليل من الدول العربية، لكن ماذا عن الدول الإسلامية؟ منظمة التعاون الإسلامي التي تضم نحو من 57 دولة، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه في تغطية هذا الانكشاف الذي يبدو أن المسلمين في الغرب يعانون منه، وخصوصا أن كل هؤلاء المسلمين في الغرب هم رعايا لهذه الدول 57 تقريبا؟ يا سيدي الكريم، مواقف بعض هذه الدول الإسلامية أفضل من مواقف الدول العربية، لأن الدول العربية أو أنظمة الدول العربية، أنظمة الحكم الدكتاتورية القمعية الشمولية، هذه لم تقدم يوما خدمة للإسلام، بل انظر، هي من سلمت الأرض للصهاينة، وهي من سمحت بقيام الكيان الصهيوني، وهي من يحمي هذا الكيان، حدود هذا الكيان. الكيان الصهيوني لا يحتفظ بقوات على الحدود هنا أو هناك، الآن حزب الله يحمي في الشمال، وهنا في نظام عصابة الأسد، إلى ما هنالك من حركات وغيرها، لا أريد أن أتطرق لأن ليس هذا مجالنا، لكن لابد من معرفة الحقيقة، لابد من وضع الأصبع على الجرح. هذه أنظمة تعمل على هدم وتدمير الإسلام والقيم المجتمعية، فلا يمكن أن نحصل منها على شيء. الآن الدول الأخرى لا تستطيع أن يكون لها نفس التأثير الذي يمكن أن يكون لها أو تستطيع القيام به، ما لم يكن لديها سند من الدول العربية، لأنه ما عز العرب إلا وعز الإسلام، والعكس صحيح. هذا هو بيت القصيد، عندما العرب كانوا قبائل متفرقة جمعهم الإسلام وحدهم، فساسوا العالم كله، ساسوا الأمم، عندما تركوا الإسلام انحدروا وأصبحوا مجرد قبائل، بل مجرد أغنام ترعاها الأمم. هذه المقولة التي قلتها، يعني هذا يوصف الحال الآن. نحن بحاجة لعودة إلى الإسلام بغض النظر عن الأنظمة، لأن لو نظرت إلى الأنظمة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب تجدها كلها منخرطة في نفس منظومة الحكم العالمي، ولا تستطيع أن تشذ عن هذه القاعدة. أعطيك من الشعر بيت أيضا. ترامب يقول البعض أنه خسر، ترامب لم يخسر الانتخابات يا سيدي، ترامب غرد خارج الصرب وتحدى كورونا والدولة العميقة، النظام العالمي، أراه هو عنصري أمريكي يؤمن بأن أمريكا فوق كل شيء، زوروا الانتخابات وأسقطوه. لا يمكن، هناك منظومة لا يستطيع أحد أن يشذ عنها، والهدف الآن هو تدمير الإسلام. انظر إلى الدين الإبراهيمي الذي استحدثوه لمن؟ للمسيحيين أم لليهود أم لمن؟ استحدثوه للمسلمين. طيب يعني في هذا السياق ذاته أستاذ أحمد، يعني تحدثت قبل قليل أن عدد المسلمين في الغرب أن يفعلوا، يعني ربما شيء قبل ذلك كله، قضية أسية هي كيف ينظم المسلمون أنفسهم وهم بالملايين في الغرب، بحيث يشكلوا جسدا أو كتلة متماسكة تستطيع أن تكون لاعبا أساسيا في السياسة الأوروبية أو الغربية عموما. لا يمكن أن ينتظموا في إطار منظمة واحدة، ولكن يمكن لمنظماتهم المختلفة السياسية والمدنية والدينية والتعليمية، يمكنها أن تنسق مع بعضها البعض، يمكنها أن تتبادل الخبرة، يمكنها أن تشجع بعضها، ويمكن أن يكون للحضور الإعلامي والحضور على التواصل الاجتماعي دور فاعل في نقل صورة ما يحدث في الغرب، سواء المظالم أو الإنجازات، أن يتم نقلها إلى العالم الإسلامي،
وأن يتم أن يستفيد كل بلد من تجربة البلد الآخر، لأن تجارب مختلفة بشكل كبير، تجربة في ألمانيا مختلفة عن فرنسا، مختلفة عن الولايات المتحدة. هناك ميزات في كل بلد يجب أن تنقل إلى البلد الآخر. يجب أن يكون هناك مناخ عام من التحدي ومن الصمود ومن الثبات ومن الإيمان أن من مسؤوليات المسلمين أن يعملوا من أجل هداية المجتمعات الأخرى أيضا. نحن لا نيأس من هداية الناس في الشرق والغرب، ولعل يعني لعل نصر الإسلام وانتصار الإسلام يأتي من حيث لا نتوقع. في السابق جاء الانتصار للمسلمين من منطقة لم يتوقع المسلمون يأتي منها النصر، وهي بلاد من القسطنطينية نفسها، من إسطنبول ومن المناطق التاسعة التي سيطرت عليها الدولة العثمانية. واليوم لا ندري من أين سيأتي الانتصار للمسلمين، فالأمل قائم. نعم. يجب أن يكون يظل قائما. نعم. أن يكون الأساس هو العمل، بذل الجهد، التنسيق، ويعني وما النصر إلا من عند الله. طيب، إذن الأمل قائم وينبغي أن يكون كذلك دائما، هذا ما نختم به هذه الحلقة التي خصصناها الحديث عن مستقبل المسلمين في ظل تنامي الأعمال الإرهابية التي تستهدفهم في الدول الغربية. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، كان معي عبر الهاتف من الدوحة الأستاذ خليل المقداد الباحث السياسي، وكذلك من الدار البيضاء الأستاذ أحمد القاري الباحث في أنظمة الحكم. أنتم مشاهدين الكرام كل الشكر لكم على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.